السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، يقول المثال: الشعب المغربي الطلاب يطلب ومرته تصدق. والله هذا البوليساريو في إسبانيا يحاولوا يكسبوا ود الشعب الإسباني، ويحاولوا يكسبوا ود إسبانيا، ومشاو قال لك بغاو يتبرعوا على الشعب الإسباني أو المتضررين من الفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. هاد العناصر محسوبين على إحدى الجمعيات، ما يسمى الجمعيات الصحراوية الموالية للبوليساريو. شراو واحد المجموعة من قنينات الماء ومشاو يتصدقوا أو يتبرعوا على المتضررين في فالنسيا، وحرصوا كامل الحرص على أنه هذه اللقطة توثق. علاش؟ خليكم بعد تشوفوا الفيديو ونرجعوا نكملوا إن شاء الله. صحوا هون، هي عندك المرأة صافي. لا 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 هي Estamos descargando el agua. Vale, vale, vale. ¿Te ayudo? Sí, sí. ¿Puedes? Sí. Sí. احنا نعيطوا لها الطفل يفعلونكم. Si nos puede ayudar, por favor. مع gracias. ابريس لا بورتا، افتح لي المدفع. هاكي؟ سي. هاكي. هاكي ميهم. سي. نو، استوى سي سي سي. يا استا، solamente el agua. Vale, gracias. اعطيهم لي اعطيهم. اعطيهم لي اعطيهم. Hola, ánimo. Sí. No te pones bravo. Sí. في البداية الخط، هاد المساعدات أو هاد المساهمات أو هذه التبرعات اللي ساهمت بها هاد الجمعية الموالية للبوليساريو المتضررين الإسبان من الفيضانات في فالنسيا، أولى بها حقيقة ومحتاجينها وواقفين عليها الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. على الأقل هاد المال بسيط، راه ما تصدقوا بشي كتير، راه ألا الماء راه أبسط شيء تصدقوا به هادو أو ساهموا به هاد عناصر البوليساريو المتضررين، هو الماء. أبسط وأرخص شيء اللي قدوه ما يتصدقوا به هو الماء. هاد الكمية من الماء أو هاد القدر المالي أولى به ساكنة مخيمة تندوف. كان على الأقل نعرف أنا شخصيا عدد كبير من العائلات والأسر في مخيمة تندوف محتاجين، ما جابرين عشاء ليلة، ما جابرين ما يوكلوا، محتاجين على الأقل سهم بعشاء ليلة واحدة الأسرة في مخيمة تندوف. علاش كيصوروا هاد الشيء؟ كيصوروه لعدة الأسباب ولعدة أهداف. أولها كي قلنا في البداية، كسبوا ود الشعب الإسباني، يكسبوا ود وتعاطف من ناحية أخرى وعلاقات إسبانيا ككل وشعبها. ثاني شيء يستغلوه البوليساريو، لأنه هذه الفيديوهات كتباع البوليساريو، كتباع الجزائريين، لأنه حقه هدف في إطار الدبلوماسية، في إطار السياسة كذا، راهو حقه واحد الهدف مع الإسبان، وراهو كسبوا الإسبان، ماشي بعيد كاع
بعد هذا الفيديو يجيبوا مسؤول إسباني واحد من ما يسمى أصدقاء الشعب الصحراوي مثلا دوك الجمعيات أو الشخصية ما كذا ويعطوه الميكروفون يقول تكلم شكرنا شكرنا البوليساريو وشكرنا الشعب الصحراوي وشكرنا الجمهورية الصحراوية وذاك التفيتيت ويعطوه الميكروفون يعود يتكلم ذاك الكلام اللي له يقول ذاك المسؤول إسباني أو مواطن إسباني في حق البوليساري أو يشكر البوليساريو. هذه الجمعيات كتبيع ذاك الكلام ذاك الكلام من تسجلو تبيعو البوليساريو لأن البوليساريو عنده خزينة خاصة بهذه الأمور. اي انجاز او انتصار او شيء من هذا القبيل مثل هذا الامور كتباع البوليساريو ومخصص لها البوليساريو ميزانيه خاصه لهاد الجمعيات او هاد النشطاء الجمعيات المواليه للبوليساريو. واكيد ومؤكد على انه بعد هذا الفيديو راه يتكلموا مع اسباني او مواطن اسباني يعطوه ميكر يعطوه يسجلوه يصوروه يقولوا له تكلمنا وشكرنا وهذه هذه مساهمات او مساعدات من الشعب الصحراوي او من الدوله الصحراويه او من الجمهور الصحراويه واستغلوا هذا سياسيا. الغريب والعجيب هذو المتبرعين او هذو المساهمين مازال كيسموا نفسهم لاجئين. هو اللاجئ يتصدق هو اللاجئ يتبرع ويساهم مع اسبان مع دوله اسبانيه واحده من 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 كبرى الاقتصادات في اوروبا وفي العالم. بوليساريو عاد تصدق على الإسبانيا عجيب وغريب ويسموا نفوسهم لاجئين وهذه حقيقة ما هي المرة الأولى. هذو البوليساريو سابق تصدقوا حتى على الجزائريين في حرائق الشمال الجزائري كنت نشوف عناصر البوليساريو من إسبانيا يجمعوا تبرعات مساهمات مواد غذائية أفرشة يمشوها للشعب الجزائري المتضرر من الحرائق اللي عرفتها غابات الشمال الجزائري. زيادة على هذا حتى من مخيمات تندوف كانوا يجمعوا مواد غذائية ومساعدات ومساهمات وحتى قدر من الأموال كيمشوه الجزائر كمساهمة من البوليساريو بصفتهم لاجئين الجزائريين. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. صحوا هوني هي عندك المرأة صافي لا 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 Estamos descargando la bola. Vale, vale, vale. ¿Te ayudo? Sí, sí. Si nos puede ayudar, por favor. Más gracias. Abrís la puerta. ¿Estás en el DF? ¿Aquí? Sí. Aquí. Aquí mismo. Ah, ¿por aquí? Sí. Vale. No, esto ya está, solamente el agua. Vale, vale gracias. Hola, ánimo. Más que hombre. Adiós. No, pero se ha traído cosas. Sí. No te pones bravo. Educación por el culo, hijo. De verdad que poca educación. Sí.